السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأوامر القوية في الأوقات أمر بيرش، وده في 2020 عمل فيه شوية تحسينات، عملوا له ريديزاين. أمر بيرش بستخدمه لما أكون خلاص شغل وعايز أتأكد إن مفيش أي عناصر موجودة واخدة حجم وأنا مش مستخدمها. فلو في أي بلوك، يعني مثلا في هنا بلوكتين اتلغوا محدش بيستخدمهم، فأقدر أعمل عليهم سيلكت وأقدر ألغيهم. في دلوقتي بحاجة اسمها فايند نون بيرجبل ايتم، لو في عناصر ما ينفعش تعمل لها بيرج مثلا لير معينه، فيبدا يقول لي سبب انها مش راضي تعمل لها بيرج ايه ومعلومات عنها. وعندي حاجه اسمها هنا اقدر اقول له ده بريفيو، وهنا اكد كل مره ان انا اعمل بيرج ولا لا. وبيرج نستد ايتم لو في عناصر داخليه ممكن برضه اعملها، وفي لو في عنصر حجمه صغير برضه يسالني هل لو حجمه صغير من مليمتر ولا حاجه يتلغي ولا لا. فدي بعض التحسينات اللي حصلت في أمر بيرج في